اليوم من طلب من بعض المشتركين في القناة أنني أبين مصداقية موقع مون لايت كوين الذي تكلمت عنه من قبل. فإخوتي الكرام، فحتى في شرحي عن الموقع قلت أن الموقع صادق 100%، يعني حتى قبل ما أثبت لكم. ثم أتيت بفيديو آخر وقلت، ويعني في آخر فيديو الذي شرحته لا أعلم، يعني المهم أنني وضعت فيديو شرحت فيه وقلت بينت مصداقية، ولكن هذه الحلقة سأثبت فيها فقط مصداقية موقع لايت كوين لمن لم يعمل عليه، ولذلك اعملوا، فعملة اللايت كوين لها مستقبل زاهر. على قدر ما تجمع، اجمع يا أخي الكريم، اجمع أي شخص، اجمع 10 لايتوشي، اجمع 20 لايتوشي فلك الفائدة. حتى لو تجمع 20 لايتوشي غدا لو يصعد إلى 100 دولار، إن صعد مثل ما صعد الداش ب100 دولار فستصبح لديك 2000 دولار في يوم من الأيام. لا تستهزئ بالأمر، نصيحة مني إليكم يا إخوتي الكرام، لا تستهزئوا بالأمر، نصيحة. فأنا أضع بين يديكم كنز، هذا الموقع رائع، مون، هذه مواقع المون كلها صادقة. سأثبت لكم مصداقية الموقع. سأقوم أولا بإفراغ الصنبور، قم بالضغط على الكابتشا، نكست، ثم نقوم بالضغط هكذا، سبميت. نعم إخوتي الكرام، فأولا يعني لمن لم يرى الشرح من قبل، الموقع صادق. بعد ما تدخل على الرابط يلزمك رابط المحفظة، هذا الذي ترونها بين أيديكم، هذا رابط المحفظة. من أين تأتي به؟ تأتي به من موقع يوبيت. هذا الموقع كذلك هو موقع لتداول العملات الإلكترونية، يعني بيع وشراء العملات الإلكترونية. فبعد ما تسجل في الموقع، وتسجيل هو أمر عادي ألفنا، يعني اليوزر نيم باسورد الإيميل وهذه الأمور، تأتيك رسالة إلى الإيميل، تقوم بتأكيد الحساب. بعد ما تدخل إلى الحساب هنا في عدة أمور هذا الموقع وقد شرحته من قبل، ستجده في قناتي. تذهب إلى الواليت هنا، بعد ما تضغط على الواليت ستعطيك المحافظ بالنسبة، تعطيك العملات الإلكترونية التي بين يديك. فنذهب مثلا إن لم تجدها هنا تكتب في سيرش LTC، هي عملة لايت كوين، يعني هو اختصار لعملة لايت كوين وهو LTC. هي لدي فيها 2.62 وبضع أرقام، يعني لايت كوين، يعني بما يعادل بالبيتكوين 984488، أي بما يعادل حوالي 10 دولار، 10 فاصلة. لإضافة محفظة، يعني لإضافة رابط محفظة، تقوم بالضغط على الزائد هذا في حين أردت الإرسال المال إلى محفظتك هنا. أما في حال أردت أن تسحب تضغط على الناقص، المهم ستضغط على الزائد هكذا، تأتيك هذه الرسالة، تنسخ الرابط هذا وتسجل به في موقع مون لايتوشي، هذا اللايت كوين هذا. بعد ما تسجل يبدأ الصنبور بالعمل، حتى لو أطفأت جهاز الكمبيوتر، لكن أنا أنصح أن تعمل كل 5 دقائق، لأن ال5 دقائق الأولى يكون فيها صنبور سريع جدا. لاحظ معي الآن، ضغط قبل ما أبدأ الشرح، ضغط الكابتشا، لاحظوا معي 329 في 2 دقيقة و4 ثواني، لاحظ معي حتى تنتهي ال5 دقائق تقوم بالإفراغ. يعني بعد ال5 دقائق تبدأ تنخفض سرعة الصنبور، لذلك كل 5 دقائق ستكون لديك الفائدة أكثر. فلأثبت لكم المصداقية أولا سأقوم بالضغط هنا، لاحظ معي ها هي يوم 18/3/2017 على الساعة 7:30 قام الموقع بالسحب من عنده ترانزاكسيون ويكلي بيمون ديريكت تو لايت كوين واليت، يعني أرسل لي إلى المحفظة، أرسل لي 105,750,342 ساتوشي، أي بما يعادل 0.01750342. لاحظوا معي ها هي، سنعود إلى المحفظة هنا، أين هي اللايتوشي، أقوم بالضغط على الهيستوري، لاحظ معي، لاحظ عندما أضغط على الهيستوري، لاحظ معي قلنا يوم يوم 18، لاحظ معي هاي يوم 18/3/2017 0.0750,342، يعني نفس العدد بين أيديكم لكي تضعوا المقارنة هاي، لكي لا يقول لأي شخص أن الموقع لم يدفعه. نفس العدد ها هو 0، يعني 100,750,342، نفس العدد وصلني هنا. فالموقع رائع جدا، العمل عليه رائع جدا. فأنا أقوم بجمع عملة اللايت كوين الآن، سأضع بين يدي حوالي 100 لايت كوين أو 80، أو أتركها إلى غاية ارتفاع سعر هذه العملة، كذلك عملة التوكين وكذلك عملة الإيثيريوم، كل هذه العملات لا تضعها فيها أرباح جيدة. كذلك أشكر الشكر جزيل لكل من تسجل من رابطي وكل من وضع ثقته في
ولا تنسوا يعني حتى في السحب، فأنت لا تستطيع السحب، السحب سيكون كل يوم سبت، كل يوم سبت من الأسبوع، والحد الأدنى للسحب هو 500,000 لايتوشي، يعني لمن لا يعرف اللايتوشي هي مثل الساتوشي، يعني اللايتوشي بالنسبة لللايتكوين والساتوشي بالنسبة للبيتكوين 500,000، يعني 0.005 لايتكوين. عندما تصل إلى هذا الحد، يعني عندما تصل يوم السبت إلى هذا الحد، يعني يوم الجمعة حتى يوم السبت، يجب أن تصل إلى هذا الحد الأدنى لكي تدفع لك. يعني لو تصل مثلا إلى 490,000 لايتوشي وصلت يوم السبت ولم تسحب، يعني ستبقى تواصل إلى الأسبوع الآخر، يعني هي لن تذهب. لاحظوا معي الآن لدي 3,798,000، نعم هاي 3,805,313 لايتوشي أنتظر يوم السبت، يعني يوم اليوم اليوم ثلاثاء، يعني بعد يومين أو ثلاثة ستصلوني. وأتمنى التوفيق للجميع، ولا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.